السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. شفتوا الحلقة 11 من برنامج كشمشة شو وعرفنا الفائز بيها. اليوم سؤالنا عن الفائزين اللي فازوا بحلقاتنا السابقة. السؤال يقول، وما اريد اطولها عليكم، عدد 2 من الاخوان اللي فازوا في الحلقات السابقة لبرنامج كشمشة شو. بس اسمين نريد تذكرونا، يا اسم ويا اسم. الجواب ننتظره بالتعليقات من اليوم السبت حتى يوم الخميس. لا تنسون شاركوا الفيديو، والما مشترك بالقناة خليه نتشرف به ويشارك، ولا تنسون الجرس لان هو اللي ينبهكم الكل جديد بقناتنا، واحنا اسبوعيا ننشر اكثر من فيديو بهاي القناة. اترككم بخير واشوفكم السبت الجاي، وسؤال من اسئلة برنامج كشمشة سو، ومع الف سلامة.